اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. لسه مع حضراتكم هنكمل النهارده رحلتنا في معرض فود افريكا للصناعات الغذائيه ومعرض باك بروسس لصناعات التعبئه والتغليف والطباعه. هذه الصناعات صناعات ضخمه داخل مصر، ويجب ان نعترف انها الصناعات التي يمكن ان نخترق من خلالها كل اسواق العالم. صناعه التعبئه والتغليف والطباعة هي عنوان أي منتج يصدر إلى جميع أسواق العالم، كمان هي مفتاح السوق المحلي. المستهلك عمره ما هيقرب من منتج جديد إلا لو كان عمليات التعبئة والتغليف لهذا المنتج تمت بشكل متميز وجيد جدا. دايما في كل أسواق العالم وفي مصر دائما قرار الشراء يأتي أولا بالعين، لو عجبني المنتج هاخده من على الرف، غير كده خليه زي ما هو. وبالتالي يجب أن نعترف أن صناعة الطباعة والتعبئة والتغليف هي صناعات مؤثرة جدا في تسويق الصناعات الغذائية. من هنا جاء أهمية الربط ما بين معرض فود أفريكا للصناعات الغذائية ومعرض باك بروسس لصناعات الطباعة والتغليف والتعبئة. وخلي بال حضراتكم زي ما قلنا مبارح، من السنة الجاية في ديسمبر 2022 هيبقى عندنا فود أفريكا، هيبقى عندنا باك بروسس، وهيبقى عندنا المفاجأة الكبرى أجرو أفريكا، وهو معرض زراعي في المقام الأول يختص بالزراعة والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي والأعلاف. وهذا المعرض هو المكمل لحالة الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف. كمان معرض أجرو أفريكا هيفتح آفاق كبيرة جدا لتصدير منتجات القطاع الزراعي إلى جميع أسواق العالم. وزي ما عودنا حضراتكم في برنامج الجدعان، احنا بنزور المعارض بحثا عن القصص الملهمة وبحثا عن الجدعان في كل مجال. احنا الاسبوع ده غطينا 5 معارض، بنتكلم في معرض ماكتك، بنتكلم في معرض هاندلينج، بنتكلم في ايرتك، بنتكلم في فود افريكا، بنتكلم في باك بروسس. اذا هذه المعارض زي ما قلنا قبل كده مليون مرة يجب الا نتوقف عن زيارتها، هنتعلم حاجات كتيرة جدا هتكون ملهمة لينا عشان نعمل افضل مشروعات يمكن ان نستفيد بيها، وايضا اقتصاد بلدنا هيستفيد بيها. خليكم معانا عشان نكمل تغطيتنا الخاصة جدا لمعرض فود افريكا للصناعات الغذائية وباك بروسس لصناعات الطباعة والتغليف والتعبئة. خليكم معانا. لسه مكملين معاكم زيارتنا الخاصة جدا لمعرض فود أفريكا السادس للصناعات الغذائية، يعني منتجات الألبان والعصائر والحلويات والأغذية المحفوظة واللحوم وكمان المجمدات وغيرها. ده إلى جانب زيارتنا للنسخة الثانية من معرض باك بروسس للتعبئة والتغليف في الشرق الأوسط، وده واحد من أهم معارض العالم لمعدات التغليف والتعبئة، وبتنظمه هيئة معارض دوسلدورف الألمانية بالتعاون مع شركات كونسبت وآي إف بي اللي بينظموا معرض فود أفريكا. النهاردة زي ما عودناكم هتشوفوا حصاد اليوم الثاني والثالث من زيارتنا، وهنركز كالعادة على الأفكار الجديدة ومشروعات الشباب الجدعان اللي قدروا يساهموا في تحقيق الأمن الغذائي لمصر ويصدروا كمان جزء من إنتاجهم لأسواق العالم. وطبعا ده موضوع مش سهل، دي معركة وشرسة جدا. تعالوا في البداية نقابل محمد السويدي رئيس شركة السويدي للطباعة، لأنه باختصار يستحق كل تقدير. أشكرك على الاستثمارات اللي أنت ضخها في مجال الطباعة، وعلى أنك دايماً بتقتني أحدث معدات ألوان في العالم. أنت عندك المكان 7 ألوان. أنا عايز أسمع القصة بالبداية، بدأت الحكاية معنا إزاي؟ ليه إصرارنا على التطوير بالشكل ده؟ الصناعة بدأت مع المهندس مدحت السويدي اللي هو والدي سنة 1988. الحمد لله بعد كده بنينا المصنع في سنة 2005 في العاشر من رمضان. في 2008 بدأنا الحمد لله نحط خطوط الإنتاج وبدأنا نشتغل. من سنة 2008 بدأنا نظهر فعلا بقى للسوق سنة 2010. إحنا نقدر نقول إن السويدي للطباعة النهاردة هو الحمد لله فاق كل المراحل، لدرجة إن إحنا دلوقتي في السوق المصري بقينا المتميزين في التعبئة والتغليف. صحيح. يعني نمتلك أحدث تكنولوجيا طباعة في العالم، أحدث تكنولوجيا ما بعد الطباعة في العالم. ما بعد الطباعة. لأن هو الديكوريشن. إحنا الحمد لله بنعامل العلبة عندنا في المصنع إن هي قطعة شوكولاتاية من سويسرا. الحمد لله برضو سنة 2021 شهر فبراير في ظل أزمة الكورونا جبنا
احدث مكنة طباعة رقمية في العالم اللي هي HP Indigo 15K بلس. ان احنا عندنا حبر ابيض، احنا الكيان الوحيد اللي في مصر اللي بنشتغل بالحبر الابيض. احنا اللي النهاردة اللي بيميزنا يعني تكتب بالابيض، اكتب بالابيض على خلفية، على خلفية سودة على اي حاجة غامقة اكتب تحتها بالابيض. اللي بيميز السويدي النهاردة ان احنا بنساعد اي شركة ان هي تبتكر منتج جديد. بنعمل اجتماع بس مع صاحب المنتج، نفهم هو عايز ايه، طب هو عايز يبيع فين، طب هو عايز يبيع بكام، طب مين الكاستمر بتاعه، طب هيصدر فين، اوروبا ولا افريقيا ولا امريكا، ايه السوق اللي هو هينافسه. دي مثلا علبة طمور والعميل ده في الوادي الجديد، بس هو عايز يعمل فكرة جديدة، عايز يعمل حاجة بينافس بيها. تجنن حاجة. تنافس ما يحدث في دبي، الحمد لله. عارف يعني ايه؟ حاجه تفتحها من جوه هتلاقيها مطبوعه من الداخل برضه. لا، والالوان اللي بره، الالوان اللي بره يا جماعه دايما بنقول ان التغليف للطمور تحديدا هو سر نجاحه. في الامارات يديك علبه تتخض منها عشان فيها 6 تمرات. مظبوط. طب متخيل؟ وده الحمد لله اللي احنا بنقدر نعمله هنا دلوقتي في مصر. هنقول بقى ده زي ما حضرتك تفضلت وقلت علبه الشوكولاته، احنا الحمد لله بنعمل النهارده لكل فليفر علبه شوكولاته. محمد السويدي نشأ في أسرة بتشتغل في الطباعة كصناعة، وكان قراره من اليوم الأول التطوير التطوير التطوير. وفي الوقت اللي كان كل المطابع بتواجه مشاكل وأزمات، ضخ استثمارات ضخمة في أحدث ماكينات الطباعة في العالم، وجهز فريق من المبدعين اللي يقدروا يساعدوا أي منتج على الظهور بمنتجه بالشكل اللي يليق بيه ويجذب نظر المستهلك. والمنتج مش محتاج أكتر من كده، زبون ياخد منتجه أول ما يظهر لجودة التغليف والتعبئة، لأنها عامل الحسم الأول في التسويق على الأقل في اتخاذ قرار الشراء في المرة الأولى. بعد كده جودة المنتج هتكون أحد عوامل الحسم المهمة لاستمرار الولاء ليه. اتفرجوا على جمال منتجات الطباعة اللي بينتجها وكمل أفكار ركزوا معاه. إزاي بنعمل الملمس ده إن ورقة الشجر؟ يا جماعة أنتوا مش متخيلين، يعني أنا عايز أوريها هنا للكاميرا دي، ده ورق شجر يا جماعة، كل ده بارز، كل اللي قدام حضراتكم ده بارز. ده بيحصل إزاي؟ يعني ده بيتعمل إزاي؟ طبعاً ده بيتضغط على الورق؟ بيتضغط على الورق، بس هي منظومة متكاملة. يعني إحنا وإحنا بنعمل التصميم بنبتكر برضو التصميم، بنبقى شايفين التصميم اللي على شاشة الكمبيوتر لما يبقى منتج نهائي يبقى شكله عامل إزاي. الفكرة هنا إن إحنا عايزين نعمل شكل الشجرة غير ان انا بشوفها بالوانها الطبيعيه كانها قدام مني بالظبط، لا انا عايز اعمل ملمسها كمان. احنا عاملين هنا ويفز، يعني جذع الشجره عاملينه موجات، حاجه ناشفه حاجه ناعمه. طب بنعمل هنا حاجه هيوج بالخفاه هنا، على حسب انا عايز اعمل ايه، على حسب الاحساس. ده الحمد لله من انتاج مصانعنا، وحاجه لو قلبت هتلاقي حاجات هايله جدا. انا شخصيا من 10 سنين مثلا ما كنتش اعرف اعمل الكتالوج ده، كنت بشوفه بصراحه بانبهر بتخض. انت بتشتغل الصناعات الغذائيه، الادويه، مستحضرات التجميل، ايه تاني، الهدايا، كل ما هو مطبوع على ورق احنا الحمد لله بنوفره وبنقدر ننتجه زي ما حضرتك شايف كده معظم منتجاتنا. اهم حاجه دلوقتي فعلا بتميز السويدي للطباعه ان هي الطباعه المؤمنه. احنا الحمد لله النهارده نقدر نامن العلب. احنا بنعمل حاجه تانية، حاجه اسمها مايكرو تيكست، احنا بنطبع بكلام اصغر من الملي، كلام العين المجرده لا تقراه، بس في تولز معينه كده بنعمل بيها زوم على المكان اللي احنا بنامن بيه المنتج وبنعلم عليه. يعني انا اقدر اكتب مثلا اسم حضرتك محمد غانم، اقدر اعمل هنا على اي حاجه من هنا اكتب اسم حضرتك محمد غانم ومحدش خالص يعرف ان ده مكتوب، بس صاحب المنتج هو اللي بيعرف. ده معناه ان كل القطاعات اللي منتجاتها ممكن تتغش ممكن تلجأ لهذه الحلول. طبعا. صح كده؟ طبعا، وبكل سهولة وكل يسر. يعني الحمد لله النهاردة الطباعة ما بقتش صعبة، الحمد لله احنا بقى عندنا احدث معدات الطباعة في العالم واحدث معدات البوست بريس في العالم كله. النهاردة نقدر نعمل المنتج اللي احنا نشوف اوروبا وبننبهر بيه احنا نقدر نحققه هنا في مصر. الحمد لله بقولك عندنا الكفاءة المدربة وعندنا الحمد لله المعدات الجيدة جدا. الحمد لله الحمد لله، فضل ربنا طبعا علينا وفضل طبعا مهندس مدحت السويدي. احنا الحمد لله مضينا الاسبوع الماضي اول مدرسه تعليم فن صناعه تكنولوجي في قسم الطباعه مع وزاره التربيه والتعليم. فاحنا عايزين الكوادر الفنيه المدربه اللي احنا نجيب بيها اي مكنه وشغل. في معرض التعبئه والتغليف باك بروسس قابلنا هيثم حسن مدير المبيعات والتصدير بشركه جوكي الالمانيه، وده مصنع استثماراته تتجاوز 300 مليون جنيه في مصر وفي احدث خطوط انتاج في العالم، والهدف انه يوفر للسوق المحلي والافريقي والعربي أفضل عبوات وجرادل بلاستيكية باختلاف أحجامها ولجميع الاستخدامات وبأفضل مواصفات الجودة. وعلى فكرة شركة جوكي على مستوى العالم بتحتفل بمرور 50 سنة على إنشائها. ركزوا معاه.
طبعا اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. احنا استثمار جاد وشغالين وموفرين فرص عمل. تمام. احنا مش مستوردين، احنا بنصنع في بلدنا. بنصنع طبعا. احنا اقوى مصانع العالم في حقن البلاستيك. بالظبط. اللي هو يعمل الجردل بكافه اشكاله. بكافه اشكاله. اللي بيتعبى فيها كل المنتجات. بكافه اشكاله، المدور والمربع والاوفال اللي هو العجبان المربع الكبير. الصغير والكبير، العبوات اللي هي السيلينج اللي بيتحط لها الغطا من فوق وتحتيها، السيلينج اللي هو زي بتاع الجبنه، بنعمل العبوات اللي هي اصلا اللي زي بيقول كده التايتنج لوك، تقدر تقفلها كويس قوي وما تقدرش تفتحها غير لما تكسر اللوك بتاعها. فطبعا احنا عندنا كل العبوات الشفاف، الالوان، الابيض، كل انواع البلاستيك. بتقدر تنافس من هنا في مصر مع تركيا مع اسبانيا؟ طبعا تقدر. طبعا في ميزه عندنا في مصر زي ما قلت لحضرتك ان احنا هنا قريبين جدا من السبلايرز او من الموردين اللي بيوردوا الخامات البلاستيك دي. يعني طبعا انا قريب جدا من السعوديه، قريب جدا من الامارات، فبقدر ان انا اجيب الخامه دي بسعر ارخص من اوروبا او ارخص من امريكا. هو بس طبعا زي ما حضرتك عارف ان احنا بعد موضوع الكورونا وبعد ما احنا خرجنا من القصه بتاعت الكوفيد واللوك داون اللي كان حاصل على مستوى العالم. صحيح. ده اثر جدا على في موضوع خطوط الشحن وخطوط الملاحيه، لان كان في خطوط كتير جدا وقفت وبطلت تشتغل اصلا على مواني كتير. فده طبعا رفع قيمه الشحن شويه لان الطلب زاد. بالظبط كده، لان الطلب زاد. لكن نظل برضو هنا في مصر عندنا ميزه ان احنا عندنا اللوجستيات متوفره جدا، عندنا مواني كتير بنقدر ندخل عن طريقها الخامه من عندنا، وطبعا كمان موضوع التسجيل المسبق للشحنات اللي حصل في الفتره. صحيح. الاخيره دي، ده ساعد جدا ان احنا النهارده بنوفر وقت كتير قوي في تخليص البضاعه اللي بتيجي من بره او الخامات اللي بتيجي من بره. خلينا عارفين ايه اللي بيجي لنا. بالظبط كده. ايه اللي بيجي لنا احنا شايفينه. بالظبط كده. بالظبط كده. صحيح. فطبعا ده ادانا يعني اريحيه كتير قوي ان احنا نبقى عندنا الخامه ونقدر ننافس بيها اسواق كتير، وخصوصا الصين وتركيا. دلوقتي معادنا مع الدكتور علاء نشأت، العضو المنتدب لاكبر شركات العبوات البلاستيكيه في مصر، نات باك. خبرات مهولة تمتد لحوالي 40 سنة في صناعة التعبئة والتغليف، وهم باختصار أكبر نسبة في تغطية احتياجات الشركات من العبوات البلاستيكية سواء حقن أو نفخ. وطبعاً بيستخدموا أفضل خامات من البلاستيك على الإطلاق، لأنهم بيوفروا كل احتياجات مصانع الأدوية والصناعات الغذائية. وخلي بالكم الدكتور علاء نشأت قيمة وقامة في صناعة التعبئة والتغليف، وبتمتد خبراته الشخصية لحوالي 25 سنة. خليكم معنا. الصناعة دي عايزين نطورها، عايزين ما حدش يجيب عبوة من برة. ايه الخطة؟ علشان خاطر ان احنا نبدأ ان احنا ما حدش يجيب عبوة من برة، لازم دي تبقى فلسفة جوه مصر لكل الناس، ان احنا الصناعة الوطنية اذا اهتمينا بيها هتبقى تقدر تبقى اقوى من اي حاجه تانية مستورده. واحسن حاجه من القرارات الاخيره اللي عملها الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو طلب ان مفيش حاجه تخش مصر الا اذا كانت على الستاندر الاوروبي. انا عندي مشكله لو انا صاحب منتج وعايز افكر في العبوه اللي ممكن يتحط جواها المنتج بتاعي، ممكن ما الاقيش اللي انا عايزه في مصر فبضطر اجيبها من بره. امتى يا دكتور الاقي في كل مصنع مجموعه شغلانتها انها تفكر معايا احط المنتج بتاعي ده في ايه؟ بالظبط حضرتك، النقطه دي نقطه مهمه جدا. فكره كلها دلوقتي ان احنا اللي بننتجها دلوقتي في نات باك، ان احنا مش بس بنشتغل بيزنس تو بيزنس، وان احنا اللي بيننا وبين اي عميل هو ترانزاكشن، لا، احنا حاليا بنتطور نفسينا عشان نوصل للبارتنرشيب، ان احنا يكون فينا بيننا وبين العميل بتاعنا نوع من التعاون الشراكة. والشراكه تماما، بحيث ان نشوف المنتج بتاعه اقدر اديله الادفايس للمنتج بتاعه، نصيحه بالظبط، النصيحه لانهي عبوه اللي تنفعه، انهي شكل، اوصل معاه للشكل اللي هو عايزه، وبالتالي الشراكه ديت هتبقى فيها فايده ليه وفايده ليا. وهي دي الفكره اللي حضرتك بتقولها، ان احنا امتى، لا احنا ابتدينا نمشي في هذا الاتجاه، واحنا عندنا جزء من شغلنا في تصدير للخارج. مشاركتنا النهارده في المعرض هدفها ايه؟ باك بروسيس. الغرض من المشاركه في المعرض منتجات جديده طبعا، ان احنا بنعرض الامكانيات اللي موجوده، بنشوف العملاء القدام او الجداد، ان احنا بنعرض عليهم الفكر الجديد، ان ازاي ان احنا نطور الصناعه بتاعتنا لخدمتهم ونساعدهم في تطوير صناعتهم. انت كل عبوه منتول يا دكتور عباره عن اسطمبه. اسطمبات بالظبط. الاسطمبات في مصر ولا بره؟ المكن والاسطمبات في الغالب مستورد كله. يعني الاسطمبه مش لازم ان احنا نصنع اسطمبات، احنا لابد ان احنا نتخصص في 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 صناعه معينه ونبدا فيها وننجح فيها.
هو ده الأهم. لكن أنا لو حاولت أن أنا أصنع كل حاجة العالم بيصنعها مش هنجح. نشاط غير طبيعي شهدته معارض فود أفريكا وباك بروسس من شركة فوري اللي فاجأت الجميع بالتمثيل القوي لخدمة المنتجات المصرية الغذائية وتحقيق أفكار الشمول المالي وقدمه تطبيق مندوبي المتميز للمنتجين والتجار واللي بلمسة زرار تسجل اسمك ومنتجك فوراً أو تسجل منشأتك التجارية وجميع معاملاتك تبقى إلكترونية. خدمات فوري المتميزة فعلاً من خلال 250 ألف نقطة بيع يمتلكوها. هيكلمنا عنها السيد أحمد خالد المدير التجاري لشركة فوري للمدفوعات الإلكترونية. احنا موجودين ليه في فود أفريكا وهنساعد أكتر من 180 شركة ازاي؟ الفكرة كلها أن شبكات التوزيع بتاعت شركات السلع الاستهلاكية كلها قايمة على الدفع النقدي، ويمكن ده نتيجة أن الكشاك والسوبر ماركتس كلها بتقوم باستلام البضاعة ودفع المنتج بالجنيه المصري الورقي. يمكن اللي بتعمله فوري في المنظومة دي أنها بتقول لا أنا عايز ألغي النقد، وده يمكن متماشي شوية مع الفترة الجاية سياسات البنك المركزي طبعا، دي حقيقة فعلا. وبنسهل ده للمناديب بتوع الشركات بحيث إن إحنا لما بتعاقد مع شركة، إحنا عندنا متعاقدين دلوقتي مع حوالي أكتر من 100 شركة في مصر من الشركات الكبيرة قوي، ويمكن شايفينهم معنا بيعملوا تستيمونيالز في الفيديوز. الشركات دي بتقوم المندوب بتاعها لما بيوصل البضاعة للتاجر ما بيديلوش فلوس في ايده، بيدفع له من خلال مكنة فوري. ودي بقى هنا الجميل في الموضوع، ان هنا المندوب ما شالش فلوس في ايده، وده وفر كتير يمكن زي ما حضرتك ممكن نتخيل مع بعض لتأمين المندوب، لسرعة دوران فلوس، عدم انتظاره في الزيارة اللي بيعملها للمشاركة على ما يعد فلوس وعلى وعلى وعلى، ونسبة التزوير ونسبة الفكة، وانه يرجع تاني للشركة بتاعته وحد يفضل مستنيه عشان يحاسبه وياخد منه عشان يخلص اللي عليه في اليوم. بالظبط كده، سحل يومي طبعا. يعني بعد المندوب تخيل حضرتك معايا بعد ما بيخلص اليوم بتاعه كله مع عدد كبير من الزيارات بيرجع تاني للفرع بتاع الشركة او المخزن الرئيسي بتاع الشركة عشان يسلم البضاعة بتاعته. طبعا فاحنا النهاردة في شركات استفادت بالوقت ده انها زودت الانتاجية بتاعتها، وصلت ل 25% بعض الشركات نسبة التوزيع بتاعها، وفي شركات تانية قالت لا انا محتاجة هقسم الوقت ده ما بيني وما بين المندوب يريح هو، واستغل جزء تاني في زيادة الانتاجية بنسبة 10%. ابليكيشن مندوبي، عايز افهم، لان انا عايز اعرف مين المصرح ليه ان يسجل على هذا الابليكيشن او التطبيق. التطبيق بتاع مندوبي ده يمكن له قصة لطيفة جدا، ان هو ده شراكة ما بين شركة فوري وشركة بي اي تكنولوجي، وده مسموح ان هو ينزل عند جميع اكشاك مصر. طبعا في ميزه هنا لفوري انها موجوده عند 250 الف نقطه بيع، ف 250 الف نقطه بيع بكره الصبح هيبقى عندهم تطبيق يقدروا يطلبوا من الشركات اللي بتوزع السلع الاستهلاكيه منتجاتهم. اعمل ايه عشان اسجل عليه كراجل منتج لسلع معينه؟ كراجل منتج، احنا موجودين في المعرض ده بقى، ده الاجابه الواضحه، علشان خاطر جميع المنتجين يعني يشرفونا، واحنا بنزورهم برضو في اماكنهم علشان نتعاقد معهم ونقول لهم تعالوا تعاقدوا معنا، احنا هنحصل لكم الفلوس، فيشرفنا في فوري او يكلمني او يكلم اي حد من طبعا. ده الشمول المالي يا جماعه، الشمول المالي يا فندم. طبعا طبعا. بعد المعرض احنا طبعا هنا حوالي 180 شركه في قطاع الصناعات الغذائيه، واكثر من 120 شركه في قطاع التعبئه والتغليف، ولكن بره المعرض الاف الشركات المصريه. دي حقيقه فعلا. ازاي تقدر تستفيد من الخدمات دي؟ اروح مثلا فرع فوري واقول لهم انا عايز اسجل، يشرفونا في اي فرع. احنا عندنا في فروع اسمها فروع فوري بلس، حقيقه دول 160 فرع موجودين في جميع انحاء الجمهوريه، بنستقبل فيهم كل شركائنا من الشركات اللي عايزه تتعاون معانا، ونقدر نوفر لهم الخدمه دي بمنتهى السهوله ان شاء الله. طب استاذ احمد، مين اللي بيمول العمليات دي وفايدتها كام؟ احنا فوري بتعمل هنا، انا بتكلم على متناهي الصغر. انا فاهم قصد حضرتك كويس. احنا في عندنا شركتين دلوقتي، الشركتين بداوا فيهم شركه لفوري حقيقه للتمويل الاقراض متناهي الصغر، وفي شركات اخرى وبنوك، قطاع بنوك كتير جدا عايز يشتغل معانا. انا عشان ابقى زي ما حضرتك قلت كده الحلم اللطيف ان انا اكبر موزع. فانا عشان كده بتعاقد مع ممولين جميع شركات التمويل متناهي الصغر، تقدر تشرفنا برضو نتعاقد مع بعض بحيث انها توفر الخدمه الاليه، سواء خدمه انزال القرض او تحصيل القرض على شبكه فوري، والتاجر وهو بيدفع يختار الشركه. بالظبط كده، هيختار الشركه. تمام. فدي طبعا من الحاجات اللطيفه جدا اللي فوري بتقدمها. انا شايف ان هو منتج من اهم المنتجات للسوق المصري اللي هيفرق جدا الفتره الجايه ان شاء الله. طب اسالك سؤال غريب شويه، ايه الورق المطلوب عشان اسجل على المنصه وعلى الابلكيشن والكلام ده كله؟ هو انا كتاجر ايه المطلوب؟ لو فتحت الابلكيشن هتلاقي فيه اول صفحه فيه بيقول لك صور لي الورق بتاع المكان بتاعك،
وده بقى احنا كلنا يمكن رخصة عارفين الحي وكلام اللي هو ايه اللي مع اي حد ما كنتش شغال اللي مع اي حد فعلا ده حقيقي اللي هو عايز الدوله تبقى عارفاه عشان تقدر تسنده برضه. انا مع كل الجهود دي خلينا نقول حاجه كل الجهود دي هدفها مسانده الناس اللي شغاله اللي عامله مشروعات طبعا. فلازم اشوفك عشان اعرف اساعدك طبعا. ما تجيش تقول لي انا مش هعمل ورق عشان طبعا. انا خايف من الضرايب طبعا. مفيش حاجه اسمها كده لا لا حاجه اسمها عشان اساعدك لازم اشوفك عشان اقدر اخد قرار لصالحك لازم اشوفك. كلام سليم هو ده الصح. صح يا فندم. من اهم البعثات الخارجيه كمشترين واللي تم دعوتها لزياره مصر وحضور فعاليات فود أفريكا وباك بروسس البعثة الأردنية، وكان بيرأسها شخصياً السيد خليل الحاج توفيق رئيس غرفة تجارة عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية، واللي بتضم 50,000 تاجر أردني للسوق المحلي في الأردن والتصدير للعالم. ركزوا معاه وخلي بال حضراتكم هو عاشق لمصر وشه بندر تجار الأردن. حراك احنا بنتكلم النهاردة في معرض فود أفريكا، احنا بنتكلم في أكتر من 180 شركة مشاركة، إزاي نقدر يحصل التعاون ما بين التجارة للمواد الغذائية في مصر والأردن؟ التعاون موجود لكن ليس على مستوى الطموح. العلاقة اللي بين الأردن ومصر علاقة تاريخية. صحيح. نستورد من مصر سنويا تقريبا 500 مليون دولار، منها 150 مليون مواد غذائية، وهذا رقم متواضع. بصراحة هناك بعض العوائق، وأكون بصراحة. زي إيه؟ هناك مثلا منصة أقرتها الحكومة المصرية ليست تجاه الأردن، لحماية صناعاتها المحلية، لحماية المستهلك المصري. تسجيل أي سلعة أو مصنع في هذه المنصة يستغرق وقت طويل، فهذا سبب بعض الشكوى من الصناعين الأردنيين وعدم قدرتهم للدخول السوق المصري. هلا كل دولة لها الحق أنها تحمي صناعاتها، لكن ما يكون هذه الحماية مبالغ فيها. أعتقد أنه أمامنا فرصة حقيقية لزيادة التبادل التجاري، زيادة الاستثمارات المتبادلة، لكن احنا وصلنا لاخواننا المصريين ملاحظاتنا وعدونا بطرحها امام وزير الصناعه والتجاره المصريه. لا نريد ان يكون هناك معوقات، في لازم خصوصيه للعلاقه بين الاردن ومصر. اليوم اتفقنا على اقامه معرض غذائي في الاردن ان شاء الله للصناعات المصريه، والمعرض المصري ان شاء الله عندما يقام في عمان فرصه للمستهلك الاردني يتذوق المنتجات المصريه ورجال الاعمال ياخذوا صفقات. فهي فرصه انا يعني سعيد لانه ما رايته في هذا المعرض مستوى عالي من التنظيم، وهذا اتوقع خلال سنوات قليله سينافس افريكا فود، ينافس المعارض العالميه ان شاء الله، لانه ده مصر تستحق اكثر من كده. من عمالقه الصناعات الغذائيه المصريه سيد شيخون رئيس مجلس اداره شركه الكوبيسي للعصائر الطبيعيه، واللي بيتواجد بقوة لتسويق منتجاته المصرية في جميع المعارض جوه مصر وبرا مصر، زي العصير الطبيعي والخضار المجمد مقطوف والآيس كريم. والسنة دي عنده مفاجأة في فود أفريكا من العيار التقيل. كل سنة بتعودنا على العصائر، لكن السنة دي حراك داخل بقوة ضاربة، مقطوف خضار مجمد، آيس كريم على أعلى مستوى، خضار وفاكهة، عصائر ميكس. عصائر ميكس طب إزاي؟ ده ترند جديد. ده جديد بقى. احنا بدأنا ان احنا نشوف ايه الجديد اللي يتماشى مع السوق، فالسنة دي بدأنا ان احنا نركز شوية ونعمل شوية ميكسات جديدة فوائدهم عالية جدا جدا ما بين الفاكهة وما بين الخضار. زي ايه يعني؟ الكيوي مثلا بالفاصوليا، زي مثلا السبانخ بالبرتقال والجنزبيل، زي مثلا الخيار مع الزبادي مع صوبيا، مع بعض يعني بعض الحاجات الأصناف الميكسات إن شاء الله هننزل بيها من أول السنة كحاجة مفيدة وحاجة كويسة، وفي نفس الوقت الأطعمة مختلفة فبتدي تست في النهاية حلو يعني مقبول وفي فوائد عالية. طب طمني على الخضار المجمد بقى. الخضار المجمد احنا بنحاول نحنا نعمل حاجة شوية يعني جديدة في السوق، نحنا نحاول نوصل لخضار مجمد نحنا نعمله يبقى أورجانيك خالي من المتبقيات المبيدات، مقبول في السوق وما يبقاش لنا منافس يعني كطريقة التحضير وطريقة الزراعة وطريقة الهيجين وطريقة حتى التقطيع نفسها بتبقى شوية مختلفة عن السوق. هل السوق العالمي قادر يستقبل الأسعار اللي حضرتك بتحطها مع المجهود اللي بتعمل؟ الأسعار مناسبة وفي نفس الوقت برضو متماشية مع السوق، يعني مش زيادة كتير ولا مش قليلين كتير، يعني احنا ماشيين مع الوسط يعني. نظمت إدارة معرض باك بروسس مجموعة من الورش المهمة جدا عن صناعة التعبئة والتغليف والطباعة خلال أيام المعرض الثلاثة، عن الابتكار في التغليف والتعبئة والطباعة وأهميته في فتح أسواق العالم وشروط التصدير، وإزاي إن قطاع التعبئة والتغليف المصري له ثقل عالمي بدليل إنه بيشارك بنسبة 7-8% من إجمالي صادرات مصر، سواء صادرات مباشرة من مصر كمنتجات تعبئة وتغليف أو صادرات غير مباشرة عبارة عن منتجات معبأة ومغلفة، وطبعاً الطباعة وأفكارها وابتكاراتها من عوامل الحسم وممكن المنتج يترفض بسببها. طبعاً
كان تقايل صناعة الطباعة والتغليف والتعبئة هم اللي بيتكلموا عن هموم الصناعة، زي رياض الكيلاني روتوغرافيا، وأحمد حسبه هيدلاين للطباعة، ومحمد السويدي السويدي للطباعة، وأدهم الشاذلي ياسباك للتغليف والتعبئة، وكمان أحمد جابر رئيس غرفة الطباعة والتعبئة والتغليف، وأدار ورش العمل باقتدار سارة إبراهيم المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف والتعبئة. وبصراحة كانت ورش عمل في منتهى القوة والمصداقية والفهم للسوق العالمي. واسمحوا لي حضراتكم أقول ملاحظة مهمة جدا، قطاع التعبئة والتغليف المصري شديد البأس وقادر على فتح أسواق العالم والتصدير ليها، وكمان إنشاء مصانع خارج الحدود المصرية منتهى القوة. تعالوا في البداية نقابل المهندس محمد سامي مدير تطوير الأعمال في مجموعة روتوغرافيا لصناعة التعبئة والتغليف، وهيكلمنا عن إدارة شركات الطباعة والتغليف وشروط التصدير وضوابط فتح المصانع في دول أخرى. وخلي بال حضراتكم روتوغرافيا كيان عملاق مكون من 13 مصنع، منها 8 مصانع في مصر وخمس مصانع منتشرة في العالم وأقربها لمصر في المغرب. ركزوا معايا. مهندس محمد سامي مدير تطوير الأعمال في روتوغرافيا، احنا بنتكلم في حوالي 13 مصنع تعبئة وتغليف لجميع الصناعات في مصر وليس صناعة الصناعات الغذائية فقط. ازاي بندير 13 شركة وبهذا النجاح؟ احنا طبعا بدينا بشركة واحدة الأول في سنة 96 في 6 أكتوبر، كان مصنع واحد بنعمل يعني طباعة وتغليف بس، رولات عادية التراديشنال بتاع التعبئة والتغليف. كان الهدف بتاعنا اللي احنا نطلع شويه للشركات المالتي ناشونال ونطلع لبره مصر ونصدر. اللي ساعدنا فيها كتير رؤيه الاستاذ رياض اللي هو العضو المنتدب للمجموعه. بدينا بعد كده من 2002 2003 ناخد بقى ارض تانيه في 6 اكتوبر ونوسع دايره النشاط بتاعنا جوه مواد التعبئه والتغليف. بدينا ندخل الكرتون، بدينا نبص تاني شويه في الفاسيليتي اللي بتكمل الطباعه بتاعتي اللي هي السلندرات والاكلاشات، فبدات اجهز السلندرات جوه المصنع عندي بدل ما اعملها بره. كنا زمان خالص في التسعينات بنعملها في ايطاليا. بقينا بنساعد العميل بتاعنا اللي انا بعمل له التجهيز الفنيه جوه الجروب بتاعي جوه المصنع دي بتاعت الجروب اللي هو روتوغرافيا مصر. بدينا نكستند بقى في مجالات تانية جوه الباكجينج، سواء نعمل الشيت بتاع كوبات الزبادي، ان احنا بنورد للمصانع الزبادي كلها الفيلم بتاعها، فاصبح بنورد له الشيت بتاع الكوبايه. انا بعتبر صناعه التعبئه والتغليف صناعه امن قومي. احنا ممكن مصنع بمليارات يقف عشان الكرتون او العبوات. اه طبعا ده اللي خلانا نتحرك في هذا الاتجاه. ما ينفعش العبوات بتاعتنا تيجي من بره، ما ينفعش عشان غطى سيلينج اوقف انتاج زبادي بمليارات. طبعا احنا قبل ما نخش في مجال الزبادي، عشان انت بتقول للغطا السيلينج ده بالاخص، ما كانش في حد في مصر بيعمله. صحيح كلهم كانوا بيجيبوا من بره. احنا لما بدينا في اول الالفينات اللي احنا ننفست في خط يخدم قطاع الزبادي، جبنا احدث خط يعمل الشمع اللي هو بيلزق الكوبايه الرول على الكوبايه اللي هو فيه البراند بتاع العميل والمكونات وكده، اللي هي ماكينه هوت ميلت اسمها. جبنا احدث حاجه وبدينا ان احنا دلوقتي 90 95% ماركت شير من كل الشغل الباكينج بتاع شركات الزبادي. ولسه ضايفين مكون جديد، الغطاء بتاع العلبه اللي هي الزبادي اليوناني، كان كله بيستوردها من اوروبا ومن تركيا. احنا جبنا الفورم، عملنا الاستامبه بتاعتها وبقينا بنوردها من مصر. دي حاجة جديدة برضو مفيش حد في مصر بيعملها للروتوغرافي. انت خدت قرار مهم جدا ان انت عملت مصنع في المغرب للتعبئة والتغليف، بنيته على اي اساس؟ بقالنا سنين بنصدر للمغرب، يعني سوق المغرب سوق كبير، في شركات من هناك بتعتمد اللي هي من المغرب بتصدر للدول اللي حواليها، تونس جزائر وتاني، يعني في كام دولة في افريقيا حوالين السوق دوت بياخدوا شغلهم من المغرب. بدينا نبص شويه اللي احنا نطلع بره، يعني احنا دلوقتي احنا بنعمل مصنع في امريكا مثلا، ليه رايحين امريكا؟ احنا عشان احنا عندنا عملاء في امريكا بنصدر لها من مصر، فبدينا نبص على السوق الامريكي. طب واي نوت اللي احنا نروح نفتح هناك؟ احنا مش هننافسه، سوق كبير ويستحمل. طبعا الاستاذ رياض درسه كويس جدا، احنا عندنا حد دلوقتي من الجروب قاعد في امريكا خلاص بننشئ الشركه في وده املي برضه في امريكا. خلي بالك انت شفت المثال اللي هو مصنع ب 50 مليون دولار واقف عشان كرتون ب 10000 دولار. فاحنا الخبره بتاعتنا في كل المجالات التعبئه والتغليف وانشاء المصانع، احنا يعني بدينا بمصنع، احنا النهارده 13 مصنع، فطبعا كل مصنع بناخده يا اما بنشريه او بننشئه من جديد كسبنا فيه خبره، اكتسبنا فيه خبره ازاي نقدر نواجه اي معوقات تقابل الصناعه بتاعتنا. الابتكار هو عامل الحسم في صناعة التعبئة والتغليف والطباعة. ركزوا مع الدكتور نزار سامي استشاري الابتكار وإدارة التكنولوجيا، واللي قدم كل خبراته في ورش العمل لحث الشركات على الابتكار في منتجاتها. ركزوا معاه. الابتكار في التغليف والتعبئة،
حضرتك اشرح لنا دكتور، حضرتك حطيت محاور منها 4 محاور مهمه جدا نقدر ننجح بيها في اي سوق في العالم. مظبوط. احكي لنا يا دكتور ونتناقش مع بعض. خلينا نعرف للناس اللي بيسمعونا وبيشوفونا دايما يعني ايه فكره الابتكار. هل انا لازم اعمل حاجه معقده، لازم اعمل قمر صناعي واطلع يعني حاجه تكسر الدنيا عشان اقول انا عملت حاجه متميزه؟ ده كان معتقد موجود وفي ناس لسه بتفكر فيه، انما في الحقيقه لا. ولو انا عايز اقول كلمه بسيطه كده، الابتكار هو ايه؟ هو الجدعان. ايوه، خليك جدع، خليك شاطر، خليك شاطر في الشغلانه اللي انت بتعملها. الله يكرمك. تعملها بشكل مختلف، بجد بتحب اللي انت بتعمله، تعمله بطريقه متميزه وطريقه سهله. العبقريه عندنا هنا هي البساطه. دكتور انا دلوقتي لما بعمل منتج افكر فيه ازاي؟ جميل. في شكل التغليف والتعبئه بتاعه. احنا دايما الشركات بتقع في مطب سهل قوي، ان هو انا بعمل الحاجه اللي انا شايفها حلوه كمصنع. ودي غلط كبير جدا جدا جدا. لازم ابتدي اروح ابص على المستفيد او المستهلك عايز ايه، ابتدي ابص على انماطه الاستهلاكيه وانماطه في التعامل عندي عامله ازاي. فبالتالي لو انا بصنع حاجه بتتحط جوه كيس، انا عايز الهويه البصريه بتاعته تبقى معايا، يعني يروح يختار العلامه بتاعتي، لانه عارف ان الكيس اللي انا بحطها له فيه المنتج بتاعي ده بعد ما هيخلص هيستعمله في حاجات تانية. لازم قصه التعبئه. طيب بيصنع اي حاجه، التعبئه والتغليف جزء كبير جدا من نجاح العمليه التسويقيه بتاعتك. بص لها في صوره متعدده. لو انت بتبيع حاجه للاطفال، خلي الاطفال منجذبين للشكل بتاعك ده، فبالتالي ممكن تعمل حاجه تتحول الى لعبه، ممكن تعمل حاجه يبقى فيها معلومه بتفيد. فبالتالي النهارده لا حدود للابداع، اللي هو فكر باسلوب مختلف. هو ده اللي خلينا نقدر نطلع افكار جديده تمتاز بالسهوله والبساطه مش التعقيد. تعالوا بقى نقابل المهندس احمد جابر، رئيس غرفه الطباعه والتغليف والتعبئه في اتحاد الصناعات، اللي شايل هموم الصناعه على اكتافه، راجل وفي لقطاعه وعارف مدى قوته والفرص الواعده اللي فيه، وبقاله سنين بينادي بضروره انشاء المركز الوطني للطباعه والتغليف والتعبئه للتخطيط للصناعه ودعمها وتطويرها. ركزوا معاه. كل الخامات بتاعتنا في قطاعاتنا ارتفعت بشده، ولازم نلاقي حلول. والحل من وجهه نظري مركز عبقري حضرتك بتنادي بيه، المركز الوطني للتعبئه والتغليف. عايز اسمعه، فكرته، مين المفروض ينفذه، هل الدوله ليها دور فيه ولا لا؟ خلينا نتكلم. احنا المره اللي فاتت لما كنا بنتكلم وما زلنا ودلوقتي في الندوه كنا بنقول ان صناعه الطباعه بتعاني، وصناعه الطباعه مش بتعاني نتيجه في السوق المحلي في مصر، لا هي بتعاني عالميا، لان انت بتتجه للناحيه التكنولوجيه. انما الامل موجود في صناعه التغليف، وصناعه التغليف هو صناعه اساسيه جدا ومكمله لصناعه الطباعه. يعني انت ما فيش مغلف مش مطبوع، فانت كده محتاج انك انت هتعمل المنتج بتاعك مطبوع. من هنا جت فكره المركز التكنولوجي. مش مركز تكنولوجي، خلي بالك حضرتك ان انا دايما بقول ان صناعه التغليف هي صناعه خدميه صناعيه، انا بخدم على مصانع اخرى. صحيح. المصانع دي بتنتج دواء، غذاء، صناعات هندسيه، معدات، كل حاجه. احنا لينا مقوله كمصنعي التغليف بنقول ان التغليف هو البائع الصامت للمنتج. حضرتك لما بتخش السوبر ماركت او بتخش المحل بتشتري المغلف قبل ما بتشتري المنتج اللي فيه. ده صحيح، ده صحيح. فلذلك احنا متدخلين في صناعات كتير. عشان كده كان المركز فكرة المركز جاية من هنا. انا عايز اعمل في الاساس، عايز اعمل في الكيماويات، وخاصة مع تبني الدولة لفكرة المجمعات الصناعية المتخصصة، زي ما ضربنا مثل بمدينة دمياط الاساس، بمدينة الكيماويات في مرغم، كل الحاجات اللي هي المتخصصة دي لازم نفكر ايه اللي يناسب السوق المحلي وايه اللي بيناسب السوق التصدير بالنسبه للمغلفات بتاعتها. طب هل الدوله ليها دور في انشاء هذا المركز ولا ده قايم على القطاع الخاص بس؟ انا مش عايزه يا فندم يتحول لفكره المراكز التكنولوجيه اللي احنا اللي هي تابعه لوزاره التجاره والصناعه، او انا عايزه يبقى اداره وفكر قطاع خاص يبقى افضل. الدوله تتدخل او الدوله تعمل، ما عندناش مشكله خالص، بس المهم الاداره فيما بعد. ساره ابراهيم المدير التنفيذي للمجلس التصديري للتعبئه والتغليف، دينامو القطاع بجد، وهدفها زياده صادرات مصر، وهتكلمنا عن مشروع ازدهار لدعم شركات التعبئه والتغليف الصغيره. ركزوا معها. فرحتونا النهارده بالاعلان عن ازدهار للتعبئه والتغليف. متعودين على ازدهار للصناعات الغذائيه، بنطور الناس وبنأهلهم للدخول في الاسواق الخارجيه. يعني ايه ازدهار التعبئه والتغليف؟ فهميني. احنا عاملين شراكه مع الجي اي زد، الوكاله الالمانيه، غرفه صناعات الطباعه والتغليف، وبالتعاون مع مجلس تصدير الطباعه والتغليف قررنا ان احنا نحذو حظو ازدهار للصناعات الغذائيه، بس هيبقى في السيكتور بتاع او في القطاع بتاع الطباعه والتغليف. الشركات الصغيره احنا محتاجين
بندعمها ومحتاجين نساعدهم، دي محتاجينها تكبر ومحتاجينها تصدر، محتاجين دم جديد كمان في التصدير. فكان الوكالة الألمانية مع زي ما قلت مع غرفة الطباعة والتغليف والمجلس التصديري عملنا مشروع ازدهار، ومن ضمنها واساسها الابتكار، الابتكار في التغليف. هنقدم له ازاي؟ هتقدم له عن طريق لينك هنبعته للشركات، وهينزل على صفحه غرفه صناعه الطباعه والتغليف وعلى صفحه المجلس التصديري وعلى صفحه الجي اي زد. الشركات هتخش وتشوف الكرايتيريا لاختيار الشركات، وعلى هذا الاساس هيخشوا ويقدموا. هنعمل احنا فرز ليهم ونشوف الحاجات اللي احنا محتاجينها من الشركات دي، اللي هي النقط بتاعتهم اللي احنا محتاجينها او المواصفات اللي احنا محتاجينها، وهنكلمهم وهنعمل معاهم. هيبقى فيه بقى مجموعة كبيرة من الخبراء المتخصصين في صناعات الطباعة والتغليف عشان يمرنوهم، هيبقى فيه مجموعة من الترينينجز علشان يشوفوا ايه الجديد في صناعات الطباعة والتغليف، ازاي يطوروا من صناعتهم والابتكار في الطباعة والتغليف وشكل العلب والى اخره. يعني نرجع تاني لجدعان معرض فود افريكا دلوقتي مسك الختام مع اللواء شريف اشرف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد. الراجل ده مؤتمن على تنمية 10 محافظات في الصعيد، ومهمته زي ما هو واضح تنمية مشروعات الصعيد وخلق فرص العمل وتوفير الحياة الكريمة. حضرتك توليت المسؤولية في شهر سبتمبر الماضي، ولكن حضرتك معاك 14 محافظة مطلوب تنميتها. أنا دلوقتي صاحب مشروع في الصعيد أو صاحب فكرة في الصعيد عايز أعملها، تمام، وشايف أنها تفيد أهلي، أنا ابن البلد، إزاي أتعاون مع حضرتك؟ حضرتك أي مواطن سواء كان من الصعيد أو خارج من الصعيد عنده فكرة وعنده مشروع، احنا بيشرفنا وبنقعد ندرس هذا المشروع وبنبدأ ننفذ هذا المشروع. يعني المشروع طبعا لازم يتاخد بجدية، احنا كهيئة اللي ننفذه، احنا بنهيئ وبنساعد المواطن، احنا بننفذها طبعا. طيب حضرتك كنت مكلف بإنشاء مجمع تراثي في الفيوم، تمام، ومهم جدا حضرتك تعرف انها معقل لهذه الصناعات، امتى؟ بإذن الله هيبقى افتتاح هذا المشروع وخروجه إلى النور هيبقى مع بداية شهر 5 القادم 2022. أخيرا ما تنسوش من السنة اللي جاية إن شاء الله، وتحديدا في ديسمبر 2022، المعرضين هيبقوا 3 معارض تحت سقف واحد. الأول فود أفريكا للصناعات الغذائية في نسخته رقم 7، وباك بروسس للتعبئة والتغليف في نسخته الثالثة، والثالث معرض أجرو أفريكا الأول للقطاع الزراعي والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي والأعلاف، واللي هتنظمه شركة إيبك طارق نور بالتعاون ما بين شركات كونسبت وآي إف بي، بهدف ربط القطاع الزراعي بالصناعات الغذائية وقطاع التعبئة والتغليف وكمان التصدير، ده من خلال فتح أفاق كبيرة من خلال بعثات المشترين اللي بيتواجدوا في المعرض وكلهم متخصصين.